عندي فيديو بمناشدة لرجل أتمنى من الأخوة بالمكتب الإعلامي للسيد رئيس الوزراء، وأنا أعرف هو يتابع الرجل، بس هذا يعني أتمنى من الأخ حسنين الشيخ أنه هذا الفيديو أتمنى أن يصل إلى السيد الكاظمي. انطول الفيديو يا شباب. مناشدة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأستاذ محمد الحلبوسي، الناس الخيرة، الناس الطيبة. أنا صاحب تاكسي من بداية كورونا، صار عندي انفصال شبكية وما قدرت، قلت ما أشوفه بعيني، رحت المستشفى ابن الأيتم ما ساعدوني، فناس الخيرة اللي سمعت بي تبرعوا لي وساعدوني، ورحت سويت العملية على الخاص وما نجحت العملية، وظليت من بداية كورونا لحد الآن قاعد بالبيت، ما لا شغل ولا عمل، والناس تقدر علي تساعدني، وصاحب عائلة وعندي أطفال اثنين وعيوني الثانية ما أشوف بيها، محتاج لها 3 عمليات وعندي انزلاق 4 فقرات، واتمنى من الله ومنكم انه تساعدوني وتوقفون وياي، الخاطر جهالي وقاعد ايجار وبكرفان وما عندي، بس الله وانتم بعد. يا رب دخيلك، يا الهي الطف بهذا الشعب المسكين، يا الهي لقد مسنا الضر وانت ارحم الراحمين. يعني هذه القصص اللي هاي تصلنا، او اللي انا اقدر اعرضها اسبوعيا ب50 دقيقة، لكن ما خفي كان اعظم، وهنالك ناس يعني تراهم اغنياء من شده التعفف، اكو ناس مرات تستحي ان 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 تكتب او ان تطلع تفضل هذا على ذاك، لكن ما معقوله العراقيين هذول اصحاب الحضارات اصحاب الخيرات من وراء الفاسدين والمارقين والحراميه واصحاب السباس واصحاب الصور واصحاب الاحزاب والزعامات اللي كل واحد لسانه هالطولة لما يطلع على شاشات التلفزيون، سوف نبني وسوف نخطط وسوف نعمر وانتخبونا واحنا واحنا، وهذا مستوى الشعب. والله هذه الصور وهذه التعليقات وهذه المشاكل التي أعرضها ستبقى عارا يلاحق كل الفاسدين، وأنا أعرف وأدرك أنه في هذا البلد شرفاء سيصلون بنا إلى مرافق الأمان، وقريبا ستسقط عروش الفساد والظالمين، لأن للعراق حوبة بشور. تقبلوا تحياتي، انتهت رحلتي معكم لهذا اليوم، شكرا لكم.